إذن ترسيم وإصدار الطابع البريدي الذي يحمل شعار هذه الدورة 17 من طرف رئيس مجلس الأمة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني وأيضا السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برفقة السيد الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.